متابعينا الكرام أحييكم مجدداً، ويسعدني من ملتقى الصداقة الإعلامي أن أستضيف الدكتور سعيد حامد، طبعاً هو المستشار الإعلامي وراح يخبرنا أكثر عن هذا الملتقى. مساء الخير عليك. مساء الخير أستاذة أميرة، وأنا شاكر وجودك معنا، والمنارة دائماً منورة إن شاء الله، وهي منارة للكلمة الطيبة وعلى السوشيال ميديا، وأنا بحييك. والكلمة مهمة جدا في صناعة الفكر وصناعة المضمون الإعلامي. هل هناك خطة سيخلص إليها الإعلاميين في رسم خارطة من حيث ما هو موجه حاليا؟ هو الإعلاميين مش محتاجين خطة، كل إعلامي بيهتم بالنسق بتاعه وبقيمه وبتعليمه وبتربيته. فالإعلام الجيد هو الذي تربى كويس، والذي تعلم في مدرسة الإعلام الجيدة، وليست الإعلام المشوه أو الإعلام المضلل. فالإعلامي هو محايد، هو أخلاقي، هو صاحب رسالة. فإن شاء الله الملتقى ده يعني بنتقارب في الأفكار، إلى أن نصل إلى مضمون إعلامي كي نحدد الشيء السلبي والشيء الإيجابي. هدفنا أن نكون إيجابيين في كل ما نقول وكل ما نقدمه للقارئ والمشاهد. طيب دكتور، أنت ما بين الإعلام المرئي والإعلام المسموع، اليوم نحن عندنا إعلام خامس اللي هو السوشيال ميديا، هل هو منافس؟ السوشيال ميديا هو إعلام جديد، هو إعلام التكنولوجي، هو إعلام العولمة، ولكن الإعلام القديم طبعا الإعلام القديم هو الأساس، هو الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة هو الأساس. السوشيال ميديا هو الإعلام الخفيف السريع في وصول المعلومة للناس، في مواكبة الأحداث. فمهم جدا السوشيال ميديا، وإحنا شفنا بيلعب دور كبير جدا السوشيال ميديا على مستوى العالم كله. بس كل شخص صار عنده منبرة من تليفونه. ما هي تعدد المنابر، هو بيدي للمتلقي فكرة جيدة إنه هو كيف يختار المنبر بتاعه، كيف يصدق ما يقال. لأن إحنا عندنا في أجندات كتير في الإعلام وفي ناس دخلاء، فلابد إن إحنا يكون عندنا ثقافة كيف ننتقي المعلومة الصحيحة. نعم. والمحتوى الإعلامي المقدم لنا لابد إن إحنا نفهمه، وهي دعوة إن كل العالم يفهم ما يقدمه الإعلام سواء على السوشيال ميديا أو على الفضائيات. نعم. بما أننا نحن تكلمنا عن العولمة، يمكن هالموضوع يهمني ويهم الكثير من المتابعين، ما هي سيئاته وحسناته؟ كل شيء ليه سلبيات وليه إيجابيات. السلبيات هو دائما يعني قليلة، أما الإيجابيات فالإعلام الجديد والسوشيال ميديا خلت العالم كله قرية صغيرة، خلت التواصل والصداقة متاحة، خلت أن أنت تبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب متاحة. أما السلبيات هو بعض المغرضين الذين يستخدموا الشائعات للتأثير على الرأي العام، ولكن الحمد لله رب العالمين في مجتمعاتنا العربية وخاصة في دولة الإمارات هناك في ثقافة عربية إعلامية لما يقدمه المغرضين في الرأي العام. فنحن دائما نثقف الجمهور بماذا يتلقى وماذا يتأثر ولمن يتقبل المعلومة. تشوف هناك هوية متأصلة في السوشيال ميديا أم لا؟ السوشيال ميديا يمكن في الدول العربية وخاصة الإمارات الهوية المتأصلة زي ما شفنا من الزملاء ومشاهير السوشيال ميديا النهاردة في الملتقى، إن إحنا نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا العربية والإسلامية وقائدنا ونموذجنا، يعني ندعو له بالمغفرة. ورحمه الله هو سمو الشيخ زايد رحمه الله عندما قال: من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. فدائما مشاهير السوشيال ميديا في دولة الإمارات وفي الوطن العربي يعني يحاولوا أو هم دائما متمسكين بالعادات والتقاليد والقيم العربية والإسلامية، ودائما العرب في خير ومشاهير السوشيال ميديا في خير يقدمون المعلومات. والشيخة جواهر الخليفة دائما يعني تقدم، وهدف الملتقى ما علمت منها إن هو تحسين الصورة أو المحتوى الإعلام الذي يقدم على السوشيال ميديا عشان نكون فعالين مع المجتمع. لاحظنا في الفترة الأخيرة الاستعانة بنجوم التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام، هل أنت مع أم ضد؟
هو نجوم التواصل الاجتماعي وحضرتك منهم أستاذ أميرة، من يؤثر على مجموعة من الأفراد، من يحصل توافق وصدق وحيادية في عرض المعلومة فيبدأ يتأثر به الآخر، هو ده المقصود منه المؤثرين على السوشيال ميديا أو مشاهير السوشيال ميديا، سواء كان في معلومة صادقة، في ود، في نصيحة، في حاجات كتير جدا يعطيها المشهور على السوشيال ميديا، ممكن يكون نصيحة بسيطة جدا تؤثر في مستقبل فرد ومستقبل شباب. فدي اللي احنا عايزينه، عايزين المشاهير السوشيال ميديا يتعاملوا مع السوشيال ميديا كنصائح، كتجارب، خدمة للوطن، زرع نوع الانتماء، التسامح، التضامن، المحبة، كل ده لابد ان يكون على السوشيال ميديا حتى نخلق مجتمع صحي سليم. في عام التسامح كلمة تحب توجهها؟ التسامح اذا كان العالم كله عمل يوم واحد للتسامح، فان دولة الامارات العربية المتحدة عملت 365 يوم للتسامح، فهذه مبادرة يعني تستحق الوقوف ليها في دولة الامارات العربية المتحدة، دولة التسامح والسعادة. دكتور سعيد حامد، شكرا لك.